جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يبيعون البهائم المريضة على أصحاب المطاعم، ما هو أصحاب المطابخ؟ ما هو توجيهكم لهم كما يسأل هذا المستمع؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. بيع البهائم المريضة المذكات للناس عموما أو لأصحاب المطابخ، كل هذا من الغش المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه، قال: من غشنا فليس منا. وهذا عيب عيب واضح وضرر كبير بالناس، قد يسبب أمراضا في الناس، فلا يجوز هذا الغش وهذه الخديعة. فلا يجوز بيع لحم الحيوانات المريضة أو المصابة بآفات على أنها صحيحة وسليمة، سواء باعها الجزارون للناس في أسواق اللحم وعرضوها في أسواق اللحم، أو باعوها لأصحاب المطاعم يأكلها الناس وهم لا يعلمون. هذا من الغش المحرم ومن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منكر يجب تأديب من يفعله.